خويا رشيد مباركي، جينا من جيت من مدينه باريس، المهم جينا باش نشجعوا المنتخب ديالنا، جينا فرحانين، كنا متاكدين بلي المنتخب غيربح، ولكن مع الاسف الحكم كان شويه ضدنا، حيت هذا الحكم حنا ما كناش بغينا يحكم لنا المقابله ديالنا، حيت هذا الحكم اللي كان ضيعنا كان بغى يضيعنا ضد الارجنتين، وكنت حاضر في ديك المباراه. المهم فقسنا بزاف، ودابا ما نكذبش عليك لا طونسيون راه هبطات، والهدف الثاني بالنسبه ليا راه ما كاينش، حيت الكره خرجت للشرط، ولكن مع الاسف حنا العرب غنبقاو ديما محقورين بحال هكا، حيت فرقه عربيه ما كيبغيوهاش تزيد لقدام. هاد الحكام هادو ديال اوروبا الله يخفيهم الحق، هذا ما كان، وديما مغرب الله الوطن المغرب، والصحراء المغربيه من طنجه حتى للمدينه ديما مغرب، كلنا رانا انت على الحيط. السلام عليكم، معك مشجع مغربي من المغرب، من مجلس خليم من ايطاليا، جيت نتفرج في الماتش ديال المغرب في فيلودروم في مارسي. مع بداية المقابلة عرفت بأن الفريق الإسباني غادي يربح، لأن اللعابة المغاربة بانوا لي فيزيك معايا. بالنسبة للتحكيم، التحكيم كان مزيان، كانوا أخطاء ولكن ذوك الأخطاء تفاداهم التحكيم. من بعد خلاصة المقابلة كانت مزيانة وفي صالح المنتخب الإسباني. هنا حراك بحال اللي لعب في محمد الخامس الدار البيضاء، ما كاينش فرق نهائيا، لعب في فرنسا، والحمد لله تفرجنا والجمهور ساتيسفي على المقابلة، وشي داز مزيان، وكان الجمهور في مستوى رائع الحمد لله، لا الإسبانيين لا الفرنسيين كيشجعوا كاع المنتخبات، والحمد لله هذه بادرة كنشوفوا الفرق دابا كلهم كيشجعوا بدون مشاكل، بدون مزيان بحال هكذا. وانا شوفوا حتى حنا نجيو وليداتنا صغار يتفرجوا فرصه مروك ديما المغرب ديما المغرب الحمد لله كلشي مزيان، الجمهور دخلوا مركب. انا جيت من طاليان، جابني بابا، شمو فينو تي ايطاليا بير فيديري سولو لا بارتيتا باش نشوفوا هادشي كامل المجور صدق شر المغرب جينا لهادشي بعدا ديما المغرب ديما المغرب ديما المغرب. السلام عليكم، سميتي ادم مباركي، انا جيت من باريس، جيت نشوف الماتش ديال المغرب واسبانيا، انا فرحان واخا ما ربحوش، فرحان حيت لعبوا مزيان والجمهور توب. ديما المغرب ديما المغرب ديما المغرب. السلام، انا مروان من ليون، جيت لمارسي اليوم باش نتفرجوا في المنتخب ديالنا في الدمي فينال. فرانشمون الماتش كان امبيكاب، ليكيب سي سون دوني ا فون ا 2000%، مي ابخي دوزيام مي تون يافي ان كو دو فاتيك، مي بون سي با غاف، وصلنا واحد المرحله اللي مزيانه في الدمي فينال ديجا، وان شاء الله نحاولوا ناخذوا الثالثه بلاص. انا عزيز الميري، وشفنا واحد البارتي تاع المغرب مع اسبانيا داكشي، ما ربحوش مي لعبوا مزيان زعما، مي داك اسبانيا غلبت مانيفيك، شفنا واحد الماروك تري بريزون زعما، تري سبورتيف، بيل اكسيون، بيل بارتي، شفنا واحد البارتي مع مرتي ولادي مانيفيك. خسروا لا بروشين فوا ان شاء الله في لا كوب دي موند يكونوا مدكشين ان شاء الله. لاربيت شويه قاسح مي اش بغيتي مدرب، خسرنا صافي، ودابا ان شاء الله في لا كوب دي موند نكونوا انكور ميور. دابا في الموند انتي المغرب هذا غراند ناسيون تاع الفوتبول. ميرسي خويا.